نحن هون من المخيمات، صرنا ناس عايشين 8 سنوات هون بالمخيمات. اوضاع المخيمات بالشتاء طين وحل، وبالنسبه للخيام وضع كثير مأساوي، يعني لا الشوادر عم تمنع الشتاء ولا فيها يعني حديده حتى تعب. وصرنا زمان لا بدلونا اياها ولا حد قدم لنا عوازل ولا خيام ولا شيء، والوضع مأساوي بهالمخيم هذا، طين وحل، يعني واحد اي شغله يعني بصير معه ما قادر يطلع برات خيمته يمشي 10 امتار من الطين، والخيمه جوا كلها عم يشر فوق اولاده، فوق النوم، اغراض النوم، فوق اللباس، فوق كل شيء. حطب لليوم لسه ما شفنا اي شيء، لا بالحطب، لا صوبات، لا تدفئه، وحسبي الله ونعم الوكيل. نحن اخي بمخيم صلاح الدين، نحن صرنا 8 سنين هون، بس بدنا نوصلكم شغله انه هلا نحن بنص قانون هذا المخيم ما اجى شيء طاول، لا تدفئه، لا شيء، لا حطب ولا شيء، وانتم معنيين تفرجوا على اي خيمه فوتوا اذا ما بتوقف يا اخي لا تصدقونه، اقسم بالله ما في خيمه الا من رحم الله صالحه بهالمخيم. والطرقات يعني نحن اذا بدنا نحكي لكم خلص انتم تعالوا تفرجوا لحالكم، وبس اهم شيء اسعونا بالتدفئه يا اخي، 3/4 العالم هون ما عندها تدفئه.